وخلاص ويطلق الصفارة. العربي والكرة ونادي كاظمة يعني شوف شيء حلو شيء حلو يعني كاظمة وينكم يا جمهور العربي؟ جمهور العربي وقلنا كثير من الأمور إن أنتم ملح الدوري والملح ما يغيب عن الطبخة الحلوة. الشباب والحضور والحضور طبعا يعني نوعا ما خفيف طبعا جمهور العربي كاظمة رابطه ونتمنى تزيد كل أنديتنا الرياضية والله ما نستثني أحد حتى لو تبدي بشخصين بخمسة بعشرة ويزيد يزيد حتى الفرق الثانية الآن الفرق الثانية الآن قاعدة تقدم مباريات والكل قاعد يتابع ويشوف سواء منقولة أو بالإذاعة أو بالتلفزيون وهذه كرة ملعوبة لكن يبعدها لعب العربي إلى ركنية كورنر ماكو مباراة سهلة ممكن لما تجري المباراة تصير سهلة يسهلون اللاعبين لكن قبل المباراة ما تقدر تضمن أي فريق يفوز على أي فريق آخر. كورنر لكاظمة وأول كورنر في أول دقيقة. كاظمة بناي راح يرفع ركنية عبد الرحمن وبشماله وراح يلفها لف من وقفته وبالزاوية كرته واشوف اللف الكرة على طول تلعب لكن نزلها بشكل خاطئ طبعا تنزيل توصل لاعب ناحية فراس الخطيب انقطع هداف دوري 19 نقطة 19 هدف وليس نقطة نقطة وين لكن أفسايد 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 عليك يا ناصر لوهيب القلاف حميد القلاف ثبت الكرة والعربي يسعى في هذا اللقاء وهذه المباراة أن يصالح جمهوره ويستعد للكأس له مباراة طبعا بكأس حضرة صاحب السمو لا شك أن الكل يسعى كاظمة الغاتسية الكويت العربي الفلحين أقصد الخيطان اليرموك والجهرة جهرة يا أهل الجهرة جهرة ترى من تسهلين ولا تصيرون سهلين احنا ما نبي ولا فريق يكون ضعيف مستواه السنة هذه صحيح الظرف اللي حصل لكن لن نسمح السنة الموسم القادم لن نسمح أكيد لما نقول الكويت يلاقي خيطان خيطان ما هو سهل أيضا هذا مدرب نادي كاظمة طبعا أيضا القادسية سيلاقي كاظمة أقوى مباراة في دور الثمانية طبعا رمية تماس عبد الرحمن البناي عبد الرحمن راح يحاول يحاول يلعب يغير طبعا يغير لازم يغير لان خلاص سكرت المنطقه اقرب الى حارس المرمى كرات طبعا لما نقول العربي واليرموك راح يلعبوا الجهره والساميه والقادسيه وكاظم ثمان فرق دور الثمانيه ثم الدور الاربعه وبعدين عاد الدور الاربعه خلاص اللي يوصل المباراه النهائيه والمراكز الثالث والرابع كل من يسعى للحصول على كأس حضرة صاحب السمو حفظ الله ورعاه لا شك أن كأس سمو ولي العهد الله يحفظه أيضا السالمية هو بطل بعد فوز على الكويت الدوري الآن أيضا بطولة ثلاث بطولات مهمين جدا بدورينا وموسمنا الرياضي وهناك أيضا يعني مباريات الاتحاد على أساس التوقف لما يصير للمنتخب يعني يستمر لاعبين في, في, في اللياقة يستمرون في خلق لاعبين وعناصر جديدة إذن جمهور كاظمة يعني لحد الآن تشجيعه ودفاع العربي نقلتين جاسم كرم هذه الكرة وإعادة هذه إعادة الكرة طويلة ملعوبة لهيب يلعبها قبل لا تطلع توصل الكرات العشوائية مرفوضة طبعا هذا فهد الفرحان إلى جاسم كرم حصلها على فابيانو يلعبها الى ناصر الفري لكن اقرب الى حميد القلاف اقرب وبكعبه مشاري
جاسم كرم عدها برا الملعب رمية تماس باتك طبعا لو فلورين مدرب نادي ماتروك فلورين ماتروك مدرب كازما روسر ايضا العربي شايت ويا الجول فابيانو يعني الجول واضح والكره تهيأت لك وبشمالك تقدر تاخذ خطوه على اليمين على اليسار وتحط زوايا مثل ما تبي لكن شوف 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 انت غطيت على اللاعب صح تصرفك لكن وين تركيزك على يمين الحارس يعني افضل لك شوف العبها بالزاويه البعيده هناك مع ان الزاويه هذه مفتوحه الزاويه اللي على يمين الحارس مفتوحه ايضا لكن حطها وين برا فرصه تضيع على فابيانو محترف نادي كاظمة يضيع اول فرصه وانفراد وما فيها كلام يعني امام السته يارده وطول الكره وتطلع للعربي اللي كاظمة الان اللي ضيع هدف فابيانو وين رايح يا فابيانو خلاص راحت الكره اللي ما تتعوض الا عاد اذا يعطونك كره عرضيه كره بالراس فهد فرحان فهد طويله ملعوبه كرة توصل إلى محمد فريح إلى فراس عرضية حلوة من فراس لكن يبعدها دفاع نادي كاظمة توصل مرة ثانية إلى مشاري يلعب له كرة ويمرر وعبد الرحمن عبد الرحمن لعبها طبعا خارج ريلة أقرب للتماس إنما بطل ريلة ممكن يلفها لف ويكمل حتى لو هو يندفع ويطلع برا الملعب ويكمل بيا الهجمة يكمل عادي كرة ملعوبة وتنقطع لصالح العربي ملعوبة الكرة فريح توصل مرة ثانية خالد لكن الطول من اللاعب خلف أحمد خلف هذا عبد الرحمن البناي مشاري يغير مشاري لكن يغير وين مو سوي توصل إلى خلف إلى ملعوبة للعربي للمحسن التركماني حكم مرات رافع الراية طبعا عبد الهادي العنزي يشجعون كاظمة سمعوا أنا ماني كيفكم يغنون على مثل ما يقولون رايحة إلى مشاري العازمي مشاري يلعبها على طول توصل جنح ناصر فري نقلتين لكن طلال تسكيرة وتسكير على طول مدافع يقرأ اتجاه الكرة بشكل جيد أيضا توصل مشاري راح يحاول يتقدم وعبد الرحمن البناي يلعبها لكن وين؟ غلط توصل مره ثانيه وشايت برا الملعب برا وتطلع الكره برا الملعب ركله مرمى حميد القلاف ثبتها نتيجه لا زالت طبعا شايفين وتتابعون عزيزي مشاهدين اعزائنا المشاهدين بشكل عام يعني شوف اللاعبين لو تشوفون مسافه كلهم نفس شوف العدد كلهم بهال 20 متر يعني كره مثل هذه المفروض يعني انتشار يكون اسلم للفريقين وضع الكره اللي ما شفتوها شاتت اول مره اشوفهم كلهم تقريبا بالوسط واحد يقول لا ما يقدر يوصل بالخلف ما يقدر يوصل لكن لما يلعب الكره الاولى يلعب الكره الثانيه خلف الدفاع ممكن يخترق الدفاع اي مهاجم كرات هذه وضع اللاعب بالملعب هو كرة القدم شنو؟ مكانك شلون تاخذ مكانك؟ شلون تتحرك؟ التحركات السليمة وايد مهمة
واخذ الاماكن الفاضيه. الكره ملعوبه لكاظمه لكن وين؟ كله ما في تركيز للفريقين. طلال راح يلعبها طويله طويله المسوي وبراسه لكن ها تطلع وكان ممكن ياخذ انذار الحارس، ممكن ياخذ انذار. ليش؟ لان اعتقد انه مسك الكره برا، اعتقد انه مسك الكره كنكوني برا، ممكن انه مسك الكره برا منطقه ال 18، لكن حكم المباراه خالد النداء عطى فرصه، عطى فرصه، عطى فرصه، لكن هذا ما يمنع انه بعد ما تنتهي الفرصه يعطي انذار. ممكن، ممكن يعطي انذار. لو كانت عاد اتاكد شوفها. لا 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 عشان ما اظلمه لا. لا. اولا يعني حتى ممكن مو بالايد بالريل، وبنفس الوقت يعني الخط داخل شويه. كره ملعوبه ما فيها شيء، يعني ما فيها شيء توصل وتطلع من فراس الخطيب. هذا فراس الخطيب شاب كنقوني راح يلعبها. شوف الان اسلم الفريقين. شوف كانت الكره لما كانت العربي انتشارهم يعني خاطئ، لكن شوف الان شوف انتشار الكل اختلف. طبعا الكره قبل شوي الكره كانهم متجمعين يعني واحد يسولف مع الثاني. كرة ملعوبة إلى فراس الخطيب وتقدم فراس الخطيب لكن خلاص سكر عليه اللاعب. سحبها مرة ثانية وسحب الكرة لكن تطلع الكرة إلى برا الملعب. رمية تماس لصالح فريق نادي العربي. تعادل 10 دقائق. هذا خلف أحمد خلف. حكم مباراة الهادي العنزي بساعد الحكم الاول فريح محمد. فراس توصل لا زالت وكان خطر لكن يبعدها كاظمه الى ناصر فري. ناصر ترجع لكاظمه. راح يغير راح يغير. سلام عليك. لو كانت اعلى لو كانت اعلى كان فيها انفراد، كان فيها انفراد، كان فيها انفراد للاعب سعيد مرجان. انك انت ترفع الكره ما ارفعها للدفاع، ارفعها ورا الدفاع عشان يركض فاضي المهاجم. تطلع الكره برا الملعب. رميه تماس، رميه تماس للعربي. اذا تلعب الكره على طول توصل. راس لكن فيها فاول، فيها فاول، فيها فاول على لاعب العربي. هذا بونياك مدرب الفريق العربي على دوريس. فاول على دوريس للعربي وتغيير عيسى وليد. جاسم كرم، فرحان، فهد، عيسى، كاظمة تواصل التشجيع معاه وهذا صح. دائما الفريق بحاجة إلى التشجيع خصوصا لما يكون هو متأخر بهدف، يعني بحاجة إلى صحوته وبالتالي أيضا إلى أداء الأفضل. الكرة تطلع برا الملعب لكن على المدرجات، على المدرجات، على المدرجات. ولو عندنا يعني المصور ما شاء الله عينه، اذا عيونه زينه بعد ايضا يصيدها، يصيد الكره والمخرج يقطع عليه طبعا، لان على المدرج ثاني سطر الكراسي تقريبا مو بوسط الملعب. لكن اذا رمي التماس وتلعب الكره لصالح فريق نادي كاظمه. نغلتين حلوين ومرجان يمرر له كره ويبعدها فهد الفرحان الى برا الملعب يبعدها. مدرب عصب فلورين ماتروك يقول له وين الكرات؟ وين الكره؟ طبعا على ملعبك انت مسؤول كاظمه عن الكرات، انت مسؤول عن طبعا ايضا في يعني ايضا ناس متواجده
الكرات وجلب الكرات. هذه كرة ملعوبة لصالة كاظمة وتصلح إلى مرجان سعيد وصل وتلعب الكرة على طول لكن تبعد من طلال إلى جاز. سلام عليك لكن بلنتي حسبها بلنتي. ضربة جزاء ضربة جزاء بلنتي للاعب على اللاعب الفرحان الفريح فهد فريح يقول له ماني متعمد بكرة مثل هذه. يقول هي طقت حتى مو بايدي. يقول يعني نوعا ما ظهر جانبي او ان الامور هذه كلها. حكم المباراة قريب كان ايضا لكن تشوفون الاعادة راح تشوفون الاعادة. شوف الكرة اللي لعبت لا الايد لا معلش الايد يا فهد يا فهد فريح محمد فريح محمد الايد وبعدين انت حركت ايدك باتجاه الكرة كل شيء واضح. احنا شوف يعيدونها لنا ويلا نشوفها ونتأكد. الحكم عافية عليه سريع على طول من اللعب وصايدها ايضا ضربة جزاء تعوض اللي ضيعتها يا فابيانو ولا تروح جول فابيانو يعزف بيانو. الله جول 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 تقدم العربي دقيقة 14 ضربة جزاء ضيع هدف محقق فابيانو لكن سجل في الدقيقة 14 فابيانو الهدف الأول في المباراة. تقدم تقدم كل هالمباراة علشان المركز الرابع وذكرنا قبل بداية المباراة معنويات ترتفع إلى مباريات الكؤوس أو كأس حضرة صاحب السمو. كرة ملعوبة شوف الإعادة هذا يقول آه وهذا يقول آه وهذا برتغالي لا تلعب وياه. صيحات قديمة صيحات حلوة ذكريات كثيرة وكبيرة وإن شاء الله دائما تكون حلوة في كرتنا وإعادة كرتنا بوضعها الأفضل من مستويات كثيرة من يعني أيضا نجوم وبروز نجوم. ولا شك أن الجمهور يقول لك أنا أي لما أشوف أيضا أو أشوف مستوى أو لاعب يجذبني أكيد أحضر. وهذه مهمتكم يا اللاعبين مهمتكم يا المدربين يا اللي تطورون اللاعبين. وين كرة ملعوبة طويلة ملعوبة توصل طلال نايف كرة راح تلعب عيسى وليد إلى الفرحان فهد إلى فريح محمد محمد راح فهد أقرب له يلعب إلى فهد عيسى وليد طالع له أيضا ناحية اليسار عيسى عيسى وليد في الأمام تقدم لكاظمة واحد كرة تطلع برا الملعب لكن قبل لا تطلع يحصلها قبل لا تطلع إلى عيسى وليد العربي عيسى إلى بعد ما لعبت إلى طبعا تركماني حاول يلعبها لكن في فاول في فاول في لاعب طايح في أرض الملعب عبد الرحمن البناء يتكلم مع الحكم يقول له اترك الكلام هذا كله والقرار لي انت تكلم وانت وخلاص ياخذ قراره يعني انا مع الحكم اللي يعطي فرصه انه يتناقش ويا اللاعب بس ما ياخر ياخره وايد ولا يستفز في الجمهور ولا الحكم ولا اللاعبين الثانيين. الامور هذه كلها بديهيه وتقبل منها لكن بحدود. موسوي وين تحطها يا الموسوي حسين حسين الموسوي شويت ادري لكن الحيطه والله قريبه 10 يارده طوفها لكن مست مست الحيطه وكورنر مست الحيطه وكورنر شويت حسين حسين يعني شفت عبد الهادي الخميس من نادي الكويت لما يلعب يقلق الدفاع يخلي دائما مرتبك نفس الشيء الموسوي إذا استقل وإذا يعني عطوه مهام وعطوه أمور وعطوه كرات في لاعبين
عندهم مهام لازم يستغل مهامه ومميزاته. هذه عاد دور اللاعبين زملاء المدرب يتكلم معاه وين يوقف وين يعدي وين من اللي باصيله. كل الامور هذه مهمه جدا توصل. فراس الخطيب ترجع الكره ايسا وليد نازله هو طلال نايف هو اللي لعب طلال نايف توصل الى حميد القلاف الى عيسى طلال نايف يستلم راح يغير الى جاسم كرم جاسم فريح محمد فريح طويله حلوه لكن نوعا ما كانت اقصر توصل دوريس عبد الرحمن البناي يلعب له كره مشاري لكن تطلع الكره رميه تماس مو مشاري اللي طلعها ايضا لاعب كاظم اللي هو بدر الرشيدي او مشاري عبيدان واحد من الاثنين كره ملعوبه توصل في راس يلعبها لكن برا برا تطلع الكره بدر الرشيدي اللي قلنا عليه اللي هو طلع الكره توصل حارس المرمى كنقوني توصل على اليمين يلعبها لهيب او المدافع احمد عتيج الجهه الثانيه احمد عتيج طبعا اللي يحاول يسكر على مدافعين نادي العربي او هجوم الله مدافع العربي كره سريعه لكن ابعدها باللحظه الاخيره فرحان فهد الفرحان بعدها كانت فيها خطوره على مرمى اذا كورنر راح يلعبها مشاري العازمي واحد متقدم كاظم 20 دقيقه باقي 25 مشاري ارفع السلام عليك على الرفعه رفعه حلوه لكن ما في من يتابع كره رفعت بالسته يارده لا الحارس قدر يهجم ولا الدفاع ولا ايضا المهجوم اللي له دور انه يرفع لك كره صح ناحيه مشاري طالت من مشاري من خطا الى جاسم كرم جاسم يمشي له كره على طول توصل الى خلف احمد خلف احمد خلف توصل الى عيسى ترجع طلال نايف بعد ما لعبها للتركماني في الجهه الثانيه الى جاسم كرم فرحان طويله يلعب له كره مع التركماني لكن ما توصل ناصر فري رشيدي وهيب ناصر كرة طويلة ملعوبة من ويدان إلى مشاري يلعب كرة مشاري جاسم كرم محمد فريح طويلة يلعبها محمد نوريس إلى حسين فاول في فاول في فاول 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 على كاظم للصالة العربي جاسم كرم فهد الفرحان عيسى وليد عيسى راح يرجعها الى فهد رجعها الى فهد فهد يحاول يغير نفسه الى جاسم كرم اقرب او انه يلعبها طويله يغير على طول الى عيسى وليد ناحيه اليسار فاتح له ما فهم احد يمه تصرف سليم ايضا راح يحاول يلعب نقلتين والعربي ممكن تكون هذه كره خطره لكن كره عرضيه كانت حلوه في امامه ايضا مع ثلاث لاعبين وبالتالي هذا اللي هو التركماني عبد المحسن المحسن التركماني وفي رمية تماس صالح فريق العربي عربي رمية تماس عيسى وليد يكسب ركنية ولا يحاول يرجع بالكرة ويرفع يرفعها يا سلام عليك على الرفعة حلوة حلوة رفعة في منتهى الروعة وأيضا في أكثر من لاعب أو لاعب قطع على أساس أنه يخطف الكرة قبل الحارس لكن كنقوني يبعدها وهجمة وخطورة ولكاظمة وخطورة لكاظمة أوفسايد 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 الحكم المدرب يصارخ يقول لا يقول هو ما كان في موقف تسلل تقدم بعد اللعبة أعتقد أنه في تقدم بسيط في تقدم بسيط في أوفسايد ممكن ممكن يكون أوفسايد ممكن يكون أوفسايد يعني لحظة تشوف هني اللعبة هني
بعد ما لعبت شوفني شوف التقدم واضح، التقدم واضح، التقدم واضح. أفسد التسلل، التسلل على على كاظمة، إذا أنت أفسايد وهدف ألقي لأن الموقف موقف تسلل. توصل كرة حلوة فيها حركة من اللاعب دوريس إلى التركماني عبد المحسن، نقلتين مع عبد المحسن وتمويها واستلام، وحاول يتابع عبد المحسن لكن ضاعت، وتوصل كرة مرة ثانية فاول عليك طلال، يعتذر طلال على الكرة اللي مع سعيد برجان. 24 دقيقة باجي 21 يعني نهاية الشوط الأول من استاد نادي كاظمة بالصداقة والسلام بنادي كاظمة بالعدلية. يعني في من يتابع، جو حلو، جو حلو، خلاص شهر ثلاثة، شهر ثلاثة يعني دائما يقول لك الربيع وامور كثيره، حتى الكنار والاشياء القديمه متعودين عليها. كره ملعوبه الى فراس الخطيب، فراس الخطيب يلف على طول ويعمل له حركه، وكره مع دوريس وفراس وراح يلعبها عيسى وليد، عيسى خلاص تاخر فيها الكره، تاخر فيها، لكن حكم مباراته مساعد الحكم يقول ما فيها شيء، وحلوه ملعوبه، حلو يا الموسوي، حلو احلى من الرفعه، الرفعه كانت حلوه وحلوه، الموسوي يلعبها على طول بعد ما لعبها اللاعب دوريس. كورنر فهد فريح، اذا اللعبه صح، اللعبه صح، اللعبه صح، اللعبه صح، اللعبه صح، لكن واحد موه للثاني اللي هو فراس الخطيب والموسوي، وفراس يعمل له حركه ويرفع له كره وتصلح الكره، لكن وين كان لاعب ايضا خلفه، خلف دوريس اللي هو الفرحان فريح، فهد فريح، توصل طبعا الكرة توصل لمشاري إلى بدر رشيدي، سعيد مرجان، ناصر فرج، كاظمة كرة معه، تقدم كاظمة واحد إلى سعيد مرجان، ناصر، مشاري العازمي، مشاري ترجع إلى ناصر فرج، إلى مشاري، مشاري غير كرة على طول مع رشيدي، بدر، بدر رشيدي كرة معه ويحاول يرفع له كرة، بدر رشيدي إلى ناصر فرج، راح الله، كرة حلوة فكرتها حلوة، ولو نازلة يا ناصر بمنتهى الروعة، بمنتهى الروعة، لكن هذه هي كرة قدم، أخطاء واردة من كل لاعب، من أي لاعب كان، لكن استمرارية طبعا مرفوضة. ارتكاب الاخطاء الاستمراريه اكيد تاثر على الفريق، مما يؤثر ايضا المدرب على المستوى، والمدرب هو صاحب الحق بالتغيير لاي لاعب طبعا، احنا نقصد بشكل عام. جاسم كرم وصل الى فهد فرحان، ترجع الى حميد القلاف، الى جاسم كرم، نقلتين ثلاث، طلال نايف، طلال وتطلع الكرة طبعا برا الملعب، برا طبعا اكيد محمد فريح واحد يعني صلحنا بعض المرات يعني، لان بالجهه الثانيه فهد فرحان وفهد، فواحد اسم يسبق اسم، محمد فريح طبعا الظهير الايمن، اداء العربي يعني كرات الظهيرين يعني شيء لازم يعني يتمون بشكل افضل، يعني انهم يتقدمون يرفعون كرات، مهمه الظهيرين الشمال واليمين مهمه وايد في منتهى الروعه في عالم كره القدم، خصوصا الكرات الان الحديثه. واحد يقول انزين مكانه يفضل، اقرب واحد يغطي ما في كلام،
على طول اقرب واحد يغطي، واحد يغطي مكان الثاني، واحد ياخر هجمه، كره قدم فيها على طول تفكير. ملعوبه الكره توصل عيسى وليد، استلامه للكره، سلم عيسى، توصل الى فهد الفرحان، الى جاسم كرم، خلف طويله من خلف الى دوريس، دوريس دوريس سلامه لاعب القادسية طبعا اول بالصيف لنهايه او بلشت انتقل طبعا بدايه الصيف لاعب القادسية، طبعا انتقالات الشتويه والصيفيه معروفه في العالم كله بشكل عام. اذا فاول في مكان هل يصحح ويعدل النتيجه؟ العربي الان في الدقيقه 29 داخلين على النص ساعه، حكم مباراته ومساعد الحكم الاول رافع الرايه يقول لازم يرجع. خلك إيجابي لتكون حياتك سعيدة. الشباب هم نبض الحياة. ثق بقدراتك لتصنع إنجازاتك. تابعونا على قناة كويت سبورت. بدر شايبي. أخبار محلية وعربية وأوروبية وعالمية. شوفونا بس في برنامج هايلايتس على قناة كويت سبورت. تابعونا. الشباب هم ثروة الوطن. الشباب هم قوة الحاضر وأمل المستقبل. الطموح يبدأ بإيمانك ثم قدراتك. تابعونا على قناة كويت سبورت. هدى حسين. برا المنطقة إذا مسكها طبعا منطقته منطقة ال 18. فاول فاول لصالح كاظمة والتقدم لصالح كاظمة والسيطرة بين الفريقين. ما نقدر نقول الفريق يتقدم على الثاني ويرجعها ناصر، لكن تسلل اوفسايد او فاول. الكره ملعوبه على طول لصالح العربي اللي يبي التعادل. العربي كره ملعوبه في الامام، كره ملعوبه في الامام، لكن ترجع الكره مره ثانيه، ترجع الكره توصل الى طلال نايف. خلاص بطل بطل
في الأمام في الأمام تطلع الكرة إلى برا الملعب، تطلع الكرة إلى برا الملعب إلى رمية التماس. يعني في الواقع يعني أيضا احنا ننشد أن السنة القادمة يعني ممكن يكون فريق يعني برقان ممكن يدخل في الدوري. كرة ما تنحط لكن برا الملعب إلى ركلة مرمى. أن برقان ممكن السنة القادمة ممكن يعني يشارك يكون مع الفرق أيضا، يعني لا شك أن هذه الأمور كلها لما تزيد عدد الفرق تعطي نشاط أكثر وفرص. أيضا نادي المصارف الكويتي يشارك إن شاء الله في 2017 طبعا أيضا من دعم كبير أيضا من حمد علي الحساوي أيضا الأمين العام وعباس بدوش، نشيطين في ناس نشيطين حق يعني مشاركات الأندية اللي نبي يزيد العدد. يعني نادي برقان وأيضا بوبيان كل الأمور هذه لما تزيد عدد الفرق أيضا يهمنا أن يكون في مستوى فني يكون عالي. نبي المشاركة ليس للمشاركة، أيضا للنتائج وتحقيق النتائج وأيضا عدد الجمهور اللي حضر يعتمد على النتائج وعلى المستوى الفني أكيد. وإذا تقدم كاظمة وهذه كرة لكاظمة لكن كأنها يعني قبل لا تطلع لعب كأنها قبل لا تطلع توصل على طول تنحط فراس يمرر الكرة أحمد عتيج فراس الخطيب توصل إذن 35 دقيقة باقي 10 دقائق على نهاية الشوط الأول من استاد الصدارة والسلام بنادي كرم. فاول على جاسم كرم على جاسم كرم يعطي لفت نظر خالد ندى يقول لا ويعتذر جاسم كرم يعتذر. طبعا احنا اعذرونا اذا كان في يعني اعاده البطيء لاي شيء اللي حصل بالنسبه لنا يعني علشان اذا عاده وشغله او جول او اي فاول اي موقف تسلل فانقطاع عندنا الصوره داخل الملعب عندنا احنا مو عندكم انتم منقوله بالنسبه لكم. ايضا بس المسامع انتم معي بالمسامع لكن بشكل عام انقطاع من داخل التلفزيون اسمحوا لنا يعني اسمحوا لنا احنا وياكم اي لحظه بلحظه ممكن على طول يعني نكون معاكم في توصل في الدفاع ملعوبه. ايضا اشكر زميلي ايضا فهد زميلي ابراهيم البكر على تعاونه وياي بشكل عام يعني على دخولنا في بدايه المباراه وامور كثيره بالنسبه لي. توصل برا الملعب تطلع برا الملعب اذا ركله مرمى شاب كانجوني 37 دقيقة باقي ثمان دقائق وصل ملعوبة الكرة على طول إلى حسين موسوي حلوة إلى التركماني هجمة للعربي هجمة عرضية لكن وين يعني حاول يلعبها عبد المحسن تركماني لكن تلبس في دفاع كاظمة وتطلع برا الملعب كورنر كورنر ملعوبة الكرة توصل تنقطع لكاظمة ترجع مرة ثانية متابعة إلى طلال نايف طلال لكن في فاول لصالح العرب فاول
فاول ملعوبه على طول سريع، لكن حكم مباراة يقول لا لا انا قاعد احاسب اللاعب واحاسب كل الامور هذه، يحسب الوقت ويحسب المسافه طبعا اقصد راح يلعبها. فاول للعربي، فاول واحد كاظمة مو سوي يرفع له كرة حلوة على طول ملعوبة تلمس الله، فرصة كانت للتعادل العربي، فرصة كانت للعربي وحارس المرمى شهاب كنقوني توصل برا الملعب لإصابة أيضا شهاب كنقوني. سلامات لشهاب كنقوني، سلامات. إذا واحد بتقدم كاظمة، كاظمة تقدم واحد لا شيء. بالسلامة شهاب كنقوني، بالسلامة. اعذرونا عن الانقطاع البسيط الخارج عن إرادتنا صراحة، لكن في جهد قاعد ينعمل على أساس أن تعود الصورة مرة ثانية لكم. و جات الصورة الآن، جات الصورة الآن، جات الصورة. إذا معناها يعني الحمد لله، يعني إن شاء الله أمور فنية بسيطة، تعديلات توصل إلى فابيانو صاحب هدف من ضربة الجزاء، تقدم وهذه كرة للعربي لكن تنقطع مرة ثانية. مدرب نادي كاظمة معصب لو تشوفونه، أنا قاعد ألاحظ أمور كثيرة منه بشكل كبير، اللي هو المدرب فلورين ماتروك. توصل إلى، يعني أنا أيضا لما أشوف لاعبين سابقين في أيضا في انذار، في انذار، في انذار على طلال نايف، طلال نايف انذار، طلال نايف انذار، طلال نايف انذار، 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 سجل اسمه. نعم اذا كثير طبعا كان مشهور ايضا احمد عسكر مساعد مدرب و انور كثير من مسؤولين ويا العربي، ويعني يوسف الدوخي يرجع، وايضا عبد الله الدوسري، في امور كثيره نشوف لاعبين فيها قدامى ويرجعون. وراح تلعب الكره، اللعب ايضا خالد ياسين وعلي حسين. هذه كره ملعوبه، اذا عوده الشاشه، هذه كره وين؟ بعيده 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 بشكل كبير. ركله مرمى حميد القلاف، 42 دقيقة وباقي 3 دقائق على نهاية الشوط الأول. كاظمة واحد من ضربة جزاء سجلها اللاعب فابيانو، وهذه كرة ملعوبة لكن تنقطع الكرة وتوصل للعربي اللي بدوره راح يحاول يلعب كرة ويصلح النتيجة قبل نهاية الشوط الأول من خلال طلال نايف. كرة مثل هذه إلى فراس الخطيب، حاول حاول وتصلح وتنحط، الله نزلها بشكل حلو. أيضا الموسوي، الموسوي يرجعها على طول الى عيسى وليد، عيسى وليد كأن العربي يقول ما انهي الشوط الاول الا بالتعادل، كأنه يقول العربي بالتعادل. شايلها على طول شاب كنقوني وترجع مره للعربي يحاول يلعبها الى فهد، سلام بقوه داش على الكره وفراس والتعدل، لكن بيت حارس المرمى. شوف الاصرار على انه يسجلون العربي نهايه. شوف 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 ثلاث كرات خلال دقيقه، ثلاث كرات خلال دقيقة يحاول يلعبها والفرحان، لكن وين؟ يقول حق ناصر الفريه الدور دورك، انت تهجم توصل. حاول طبعا فهد، فرحان طبعا ايضا اللاعبين
اللي لا شك يعني دوره كبير، قلب الدفاع الان استغلوه العربي فهد الفرحان، وهو ظهير ايمن يعني لا له يعني جهد كبير خصوصا مع العربي. هذه كره ملعوبه توصل في الدقائق المتبقيه الاخيره تقريبا اخر دقيقه ونص على نهايه الشوط، لكن في وقت بدل ضايع اتوقع دقيقتين، في دقيقتين، مع ان والله يعني هذا شيء خطا يعني انه يقول دقيقتين قبل لا تخلص دقيقه ونص، لازم بالثواني الاخيره مو دقيقه وفوق. يعني ايضا من الحكم الرابع هذه يعني طبعا يعني هل مساعد الاستاد عفوا صح الحكم صح مساعد الحكم صح والحكم الرابع صح، ساعة الاستاد تختلف عن ساعاتنا، انا ساعتي 45 لما ارفع 45، بس ساعة الاستاد الان 44، الان 44 هذيك 45 ونص احنا واكثر، لكن يعني اليوم وايد خرابات خراب وايد في الجهه الثانيه ايضا، وتلعب الكره وتوصل كورنر حتى يعني في ناس يتابعون ناس غدساويين في الجهه الثانيه معك هم قاعدين، وفي ناس هناك ايضا هم غدساويين، في كم واحد ايضا ويا العربيه يشوف اسمع صاحت مني شو يعني نوع من المزج حتى في غدساويين راحوا مباراه السالميه والكويت اليوم اللي انتهت التعادل 1-1 حسب دقيقتين، مضت الان دقيقه ونص اخر نص دقيقة من الركنية عبد الرحمن البناي، هل يستطيع كاظمة إضافة هدف ولا خلاص؟ أعتقد خلاص. ثواني خالد ندى راح يطلق صفارته مع رمية التماس اللي راح يلعبها كاظمة، وفابيانو حاول يعدي، واعتقد ان الوقت خلاص طلعت الكره وراح يطلع صفارته فعلا. خالد ندى يطلع صفارته معلن نهايه الشوط الاول بتقدم كاظمة من ضربه جزاء سجلها اللاعب فابيانو في الدقيقه 14. مع زملائنا اذا في الاستديو بدر حجي الحلابيج العصفور مالك القلاف ومشعل العسعوسي حكام، وايضا مقدم البرنامج وليد المخلف، ولكم تحياتي احمد محمد، الى ان نلتقي باستاذ الصدق والسلام نادي كاظمة في الشوط الثاني منطقه العديليه، الى اللقاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نعود مره ثانيه لمواصله الشوط الثاني بين العربي وكاظمة من استاد الصداقه والسلام بنادي كاظمة الرياضي في منطقه العديليه. تقدم كاظمة 1 من ضربه جزاء فابيانو سجل في الدقيقه 14. العربي يعني صحيح اضاع، لكن ايضا كاظمة اضاع فرصه محققه عن طريق فابيانو، وهذه فرصه اول فرصه للعربي الشوط الثاني، لكن يقطعها منه على طول قبل لا يعدي. احمد خلف حاول يعدي لكن توصل للبشاري، وين بشاري؟ حاول يمشيها لفابيانو لكن ما مشت معه. ما في تغيير بالشوط الثاني، ما في اي لاعب الان. العربي لاعب تقريبا بثلاث مهاجمين، شوفهم واضحين، فراس وحسين مسوي، وايضا ناحيه اليمين اللي هو دوريس سلامو. كنقوني شهاب توصل الى الوهيب، ناصر الوهيب مشي له كره، سعيد مرجان، حسين مسوي مع فراس، مسوي يحاول يلعب له كره فراس لكن مقطوع الكره على طول، توصل الى سعيد مرجان وهجمه، لكن تغيير العربي الشمالي، وهذه كره بالجول يصيدها حميد القلاف يصيد له كرة محققة. الظاهر في تغيير العربي لاعب طبعا 24 لاعب طبعا ممكن كان في تغيير للعربي. بالسلامة. إذا هذه العادة
فاول. راح تلعب مصيبه حسين، يرفع له كره حسين اقرب الى حارس المرمى شاب. هادي شاب عبد الله الشمالي، دخول عبد الله الشمالي. شكرا مخرجنا ايضا يعطينا اللاعب للاعب اللي هو الشمالي، شكرا. اذا شكرا مخرجنا عبد الله خضر، شكرا معطينا اللاعب اللي بستبدل علشان ايضا يوضح لنا ولكم لدخول اللاعب. وطبعا اللاعب اللي طلع طلال نايف، طلال نايف وعنده انذار، فطلع طلال نايف. كره ملعوبه دوريس في راس الخطيب. رافع الرايه، رافع الرايه والله. هذا طبعا الحكم المساعد الثاني الحكم احمد صادق، مساعد حكم الثاني هنياك. يعني انا اعتقد ان اللاعب الجهه الثانيه ما كان مغطي، اعتقد انه كان مغطي، كان مغطي تغطيه. في لاعب طالع انذار ظاهر، انذار 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 على اللاعب، وشوت الكره بطريقه نرفز. يقول في كره ثانيه، في كرة ثانية، لكن هذا اللاعب طبعا لاعب كاظمة ليما بطريقة، وهو شايت الكرة. طبعا حكم المباراة يقول لك هذا يعني فيها نوع من سوء السلوك، فعطى انذار، عطى انذار نوع من سوء السلوك، فبالتالي خالد ندى حكم اللقاء. هذه الكرة سلامه، ويلعبها ناحية فراس احمد عتيج ظهر العربي من بدايه الشوط الثاني، يحاول يضغط لكاظمه. ترجع مره ثانيه سلامه الى خالد خلف. او خلف، خلف احمد خلف شويه. حلو، سلام عليك يا فراس بالشمال ومن مسافه بعيده، شمال يمين. كرة حلوة من فراس، لكن تطلع الكرة إلى برا الملعب. لما قلنا خروج طلال نايف، نزول عبد الله الشمالي، التغيير الأول للعربي. حكم يلعبها حارس المرمى راح شاب كينغوني، شاب خلفية سعيد مرجان، كملها عبد الله الشمالي فراس الخطيب. واحد كاظمه لا شيء، العربي صحيح تنافسون على المركز الرابع لان يتصدر القادسيه الدوري، وبعد تعادل ايضا الكويت مع السالميه اليوم، ثم الكويت الثاني والسالميه الثالث، ولا زال العربي الرابع. لكن اذا انتهت المباراه كما هي واحد لا شيء، او يفوز كاظمه يكون الرابع كاظمه. هذه كرة ملعوبة، بينية ملعوبة، لكن أفسايد، أفسايد. تسلل، تسلل، تسلل على فابيانو، تسلل على فابيانو، تسلل، تسلل، ولكن لا زال عربي يبحث عن هدف، عربي يبحث عن هدف. ملعوبة الكرة حميد القلاف، طويلة توصل، يقطع الكرة إلى ليما. جمهور كاظمه سامعين الصوت، سامعين التشجيع، ويمكن حتى لو نشوف يعني في بعض يعني نشوف الاندماج، يعني جهه في قدساويه، واحد جاي بعلم قدساوي، في اربع خمسه انفار جهه ثانيه مع العربي يشجعون ايضا مع العربي، شيء حلو يعني نوع من الدمج، نوع من الدمج. كره وهجمه لصالح فريق كاظمه، والله عليك يا فرج، ناصر الفرج واحلى منك يا القلاف حميد.
وتوصل. يلا نبي الفريقين، نبي هجمة اللي العربي وهجمة اللي كاظمة، يعني نبي استمتع ايضا المشاهد معانا اللي يتابع شاشة التلفزيون. وفراس الخطيب راح يشوت ويشوت، شوف شوف لا شوف الان اللعب بدا ياخذ طابع الحماس اكثر، اللعب بدا الان تكون في اثاره اكثر، اللعب الان راح يحلو اكثر، اللعب الان ممكن يسجل هدف اي فريق من الفريقين. واحد لا شيء، ما اعتقد راح ينفتح اللعب. راح ينفتح اللعب. ترجع شوف كاظم متراجع اكثر، شوف العربي اللي يبي عدل النتيجه من واحد لا شيء الى واحد واحد اقل تقدير، علشان يصلح كره مثل هذه، لكن ابتعدت. شوف ترجع للعربي مره ثانيه، الفرحان فهد، عيسى وليد، حسين موسوي، بيني على طول، تركماني، فراس الخطيب ناحية الشمال لكن بعيدة، حتى لو رافعها صح إنما بعيدة لما ترفع الكرة، ترفع في مكان على طول يخطفها أي مهاجم أو أي لاعب يخطف ويقطع، سواء قصيرة أو طويلة أو عالية، لكن لما تبعدها بعيدة عن المرمى يعني بدل لا يلعبها على الجول. لا مرة ثانية، وهذه كرة ملعوبة، هذه صح لكن الدفاع تعب. توصل مرة ثانية إلى تركماني، تركي سلام عليك، تمويها حلوة وأحلى منك على التمريرة وأحلى كرة عرضية، لكن وين البناء يقول لازم أقطع وابتدي هجمة، وتوصل الكرة على طول في الأمام، توصل في الأمام إلى كاظمة، سعيد مرجان، فابيانو يرجع ناصر فرج وياه ويلعبها إلى ناصر فرج، وحريصين كاظمة إنهم ما ينطلقون لاعبين الوسط، وشايف أكثر من لاعب ما قاعد يهجم ويا الكرة، فبالتالي علشان أي كرة عكسية للعربي هو اللي سيطر على الكرة لما تنقطع. حلو يا سلام عليك ناصر فرج، لعب له حركة حلوة لكن تنقطع. توصل للعربي، دوري سلامه هنشوف سلامه، وأحلى شوف خلف أحمد، لكن طول الكرة وتطلع إلى برا الملعب. ودي يرتفع مستوى ورتم المباراة إلى أحلى وإلى أسرع، الحماس أكثر وإلى تسجيل أهداف طبعاً. شوف الحركة يا ولد، حاول يلعبها. رمية تماس لكاظمة إلى فابيانو، فرحان مقطوع لبيدان، ناصر فرج، ناصر إلى نهيب، لكن أوفسايد. تسلل على كاظمة طبعا، او حاطين فاول مع اللاعب يعني. فهد الفرحان الى عيسى وليد، حسين موسوي، خلف اوفسايد، تسلل على دوريس سلام، تسلل راح يلعبها بتسخين لاعبي نادي هذا فلورين ماتروك مدرب فريق كاظمة، شايلها عيسى لكن تلمس في فابيانو وتطلع الكرة إلى ركلة مرمى لصالح فريق العرب. جاسم كرم، عبد الله الشمالي، ترجع الكرة مرة ثانية من لعبة بعد ما لعبها محمد فريح، جاسم كرم، فهد الفرحان، موسوي طالع له، حسين الموسوي الكرة معاه، سلام عليك حسين، حاول يعدي لكن تطلع الكرة إلى برا الملعب، رمية تماس لصالح الفريق العربي. شاب كنقوني يعطيهم الكرة طبعا، روح رياضية أيضا من الشاب، يقول يا ما يعني واحد يقول لا
ما عليه انا ماني عيب لك تاخر ارجع لكن لا بروح رياضيه بدر هناك كره ملعوبه للعربي رميه التماس نوباول مره ثانيه من عيسى وليد الى فراس اوفسايد اوفسايد على عيسى وليد تسلل إذن 13 دقيقة الأولى من الشوط الثاني تسلل الواضح واحد كاظم اللاشئ العربي دوري بيفر ممتاز توصل الى بدر رشيدي مشاري العازمي مشاري الكره معاه ناحيه اليسار عبد الرحمن البناي يحاول ينطلق ويرجع بالكره لانه سكر عليه على طول فهد فريح محمد فريح توصل كره ملعوبه فهد مغطي ايضا في الجهه الثانيه فهد اللي هو فهد الفرحان فتخطي شوف ترجع الجهه الثانيه التركماني الى جاسم كرم الى فهد فريح الفرحان فرحان الى عيسى وليد في تغيير لنادي العربي رشيدي الظاهر راح يلعب فهد رشيدي اذا الكره تطلع برا الملعب راح يلعب الموسوي راح يطلع من اللاعب دوريس راح يطلع سلامو يلعب مكانه فهد الرشيدي فهد الرشيدي اذا مكان سلامو كره ملعوبه تنقطع برافو هادي باس وصل ناحيه الشمال وناصر فرج وبشماله الله يصدها حميد ويكملها سعيد مرجان والله ما اعتقد ان سعيد مع كره مثل هذه ما اعتقد شوف سلام عليك يا فري شوف واحد يقول شو يسوي طبعا هو لازم يخليها تنزل اكثر عشان تكون انزل وينزل لكن لانه خايف ان اللاعب اللي يمه يقطعها فبالتالي سعيد خطفها خطف صحيح اذا يطلع سلام ويلعب مكانه فهد الرشيدي ربع ساعه الاولى باقي نص ساعه واحد كاظمه لا زال متقدم تطلع الكرة برا الملعب على المدرجات ايضا لحد الان كرتين على المدرجات في الجهة المقابلة للمنصة الرئيسية كرتين في الشوط الاول كرة والكرة الثانية اللي كانت الان ناصر فرج صلح له كرة يقطعها من المسوي اللي راجع تركماني عبد المحسن طالت الكرة وتطلع رمية التماس رمية التماس حتى راح تشوفون لما تطلع الكرة الآن في الجهة الثانية من الصعب أنه راح يجيبون أي كرة الجهة الثانية اللي هي الجهة المقابلة للمنصة لأنه ما في أي كرة ناحية الخط لكن ناحية المنصة في كرة نص الملعب تقريبا برا الخط طبعا وكرة ملعوبة لصالح فريق ناصر الوهيب كاظمة إلى مرجان إلى ناصر فرج رفعة حلوة من ناصر في شاري العازمي يا سلام عليك على التفكير السليم يا سلام عليك من الأول يا سلام عليك لأنك استلمتها صح بصدرك يا سلام على كرة مثل هذه حلو يا مشاري العازمي يسجل في الدقيقة خلبوس 17 مشاري العازمي في الدقيقة 17 يعني في الدقيقة قول 55 60 62 من عمر المباراة 62 من عمر المباراة
يعني الدقيقة 17 الدقيقة 62 من عمر المباراة. سلام عليك سلام. شوف الإعادة بسدره وهو ماشي ولعبها بالزاوية البعيدة بمنتهى الروعة. حلو بول، حلو بول، في فكر وفي مهارة حلوة. استلام سليم، تفكير انه يستلم علشان انه يخدع وتقدم. اذا خدع، كرة ملعوبة في الامام، كرة تطلع الى رمية تماس. رمية تماس لصالح فريق العربي. الى فراس الخطيب. فراس الخطيب يحاول يلعب له كرة الى عبد الله الشمالي. شمالي توصل ناحية محمد فريح. تطلع الكرة الى برا الملعب. اثنين كاظم تقدم لا شيء العربي. واحد لا شيء ما تنتهي. اثنين الان، اثنين وممكن تكون في اقوال، ممكن يكون العربي يسجل هدف، ممكن يضيف كاظمه. اللعب راح ينفتح اكثر الان، راح ينفتح اكثر. توصل طويله من فهد الفرحان الى حسين الموسوي. سلام عليك. كوره حلوه، كوره حلوه، مشاها لنفسه حسين الموسوي لكن فاول على ليما. ليما راحت الرفع. راحت اللعب. هذه اللعبة الحلوة من هذه كرة شاري العازمي. السلام عليك على السدر ويمشي فيها خطوة على طول يعدي. استلامه مع تغزيرته للاعب، يعني ابتعد عن اللاعب استلامه للكرة بسدره وهو ماشي ماخذ خطوة. موسوي يا ولد عليك يا الموسوي، يا ولد عليك يا الموسوي. يقول بيده، يقول بيده الموسوي، يقول بيده. عطنا على الاقل ضربه جزاء مثل ما اعطيته كاظمه. كاظمه لما اعطاه ضربه جزاء صحيحه، لكن الان هذه ايضا لما نشوف الاعاده ونتاكد ممكن يكون هل هو مد ايده هميه لامسته غير مقصوده او مقصوده او كره ملعوبه ولا زالت خطره لصالح فريق العربي ولا زالت، لكن طويله وتنقطع. لا العربي يقول يا يبقوا، العربي يقول لازم اسجل، العربي يقول لازم اسجل. جهد فرحان عبد الناحت فراس، فراس الخطيب فاول على فراس. لا دفع فراس، ما عليه من لا يلمن، الحكم قاعد يشوف ايضا. دفع دفع يا فراس، دفعت اللاعب من الخلف، دفعت اللاعب من الخلف، فاول صحيح. انت هداف الدوري لحد الان. سعيد مرجان يقطعها. عيسى وليد مسوي. دخول ناصر، دخول على بقوة ناصر نهيب على المسوي. خلف إلى فراس. فراس يحاول، فراس يحاول يرجع بالكرة، راح يرجع ناحية الخط، يحاول يرجع ناحية الخط ولا يرفع، يحاول يرفع بشماله الآن إلى الرشيدي، لكن عدت من الرشيدي. شاب كنقوني، شاب كنقوني. كرات سريعة الآن بين الفريقين، كرات سريعة بين الفريقين الآن. 20-21 دقيقة وباقي 24 على نهاية الشوط الأول بين كاظمة والعربي. استاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة في منطقة العديلية، دوري فيفا، فيفا الممتاز. وهذه كرة مشاري العازمي. سلام عليك. حلوة يا مشاري، حلوة يا مشاري العازمي، تمريرة حلوة الى سعيد مرجان. سعيد مرجان وراح يشوت ولا يباصي ومرر الى مشاري. مشاري العازمي يحاول يلعب له كره ولكن تنقطع، يقطعها فهد بن فرحان. توصل الى عبد الرحمن بن نايم، مقطوعه. توصل فهد الرشيدي، فراس الخطيب، فراس، فراس كره معاه، وهجمه للعربي، وهجمه للعربي، وهجمه للعربي، وحسين الموسوي ويرفع له كره الموسوي، وفهد ينزلها لكن اوفسايد. اوفسايد تسلل، تسلل طبعا.
الحكم خالد ندى، المساعد الحكم رافع الرايه في الجهه الثانيه اللي هو طبعا ايضا احمد صادق. شهاب كنقوري الكره راح يلعبها على فراس الخطيب، هداف الدوري لحد الان الموسم الرياضي 2015-2016 الى بشاري العازبي صاحب الهدف الحلو في هذا اللقاء. توصل عايز ارجع شوي فابيو رشيدي رشيدي فراس فرحان الى جاسم كرم الى تركماني رغلتين حلوه مرفوعه الى الموسوي مع فراس، ويا سلام عليك نقلتين بالراس حلوه حلوه واحلى من ايضا شهاب، حلوه من فراس مع حسين الموسوي لعبها بالراس وكملها فراس، وسلام عليك الى شهاب كنقوني ينقذ مرماه من هدف محقق للعربي عن طريق حسين الموسوي. شوف شوف الاعاده، شوف حلاوه كره الموسوي، وشوف هذه الركنيه. العربي يقول ما اطلع الا يقول الله الى مشاري الى مشاري، وتوصل على طول الى حتى ناصر فري. ناصر فري ملعوب الكره الى سعيد مرجان، سعيد مرجان يمرر كره ناحيه مشاري العازمي، وهجمه سريعه للعربي لكاظمه، والعربي يقول القلاف انا موجود. القلاف يصد له كره، القلاف يصد له كره ويمشيها على طول الى خلف احمد، خلف الى عيسى وليد طالع للتركماني. صح 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 والله صح 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 احلى الله، لو كانت انزل بمنتهى الروعه بعد ما مررها الموسوي او عيسى وتلعب بهذه اللعبه عن طريق محسن عبد المحسن التركماني، ولكن عدت من الرشيدي لان اعلى تركماني شويه، هذه لازم انزل لازم انزل علشان يحطها بالراس لانه متجه ويندفع. ونياك ها كابتن مالك ماي طبعا عشان موسوي يشرب ايضا ماي سيد موسوي. شوف الكرة هذه بين فراس والموسوي، سلام عليك يا ولد يا ولد، لو كانت ايضا بالزاوية البعيدة موسوي حتى لو تطلع اوت، لانه مسكر الزاوية هذه بشكل تمام بشكل تمام اللي هو شهاب. فاول لكاظمة 25 دقيقة وباقي 20 باقي 20 باقي 20 دقيقة واثنين لكاظمة لا شيء العربي. توصل صلاح الله ثلاثة كاظمة ثلاثة كاظمة، يضيف كاظمة هدف ثالث، كاظمة يضيف هدف ثالث عن طريق اللاعب فابيانو، فابيانو الظاهر فابيانو او هذا فابيانو، فابيانو في الدقيقة 25 في الدقيقة 25 يعني في الدقيقة 70 في الدقيقة 70 من عمر المباراة في الدقيقة 70 دقيقة 70 دقيقة 70 من عمر المباراة فابيانو، دقيقة 70 يعني في الشوط الثاني 25 دقيقة 25 من الشوط الثاني، لكن بجمع الدقائق في الشوطين يعتبر الثالث لكاظمة اعتقد كاظمة يعني نقدر نقول حسم المباراة، لكن ما يمنع بتسجيل عربي هدف ابدا، ما يمنع انه يقدر يسجل هدف لان العربي يحاول يضغط ويلعب ايضا بطريقة وله يعني صحيح ترتيب وتعديل الترتيب المراكز الرابع والخامس، لكن ايضا العربي عنده مباريات كاس حضره صاحب السمو كل ايضا قادسيه والسالميه وكاظمه والجهره واليرموك وخيطان، كل الفرق تتنافس يعني على الكويت، بالتالي
لم يحصل على هذا الكأس الغالي. الكأس الغالي، الكأس الغالي قائدنا حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه. لا شك أن الفرق يعني منافستها راح تكون منافسة يعني فيها الحضور الجماهيري وفيها القوة، وأنا أعتقد أن ستعود الجماهير من خلال أيضا مباراة الكأس. صحيح في نهاية الموسم تقريبا يعني على نهايته تقريبا شهرين وزيادة شوية، كرة ملعوبة لصالح العربي عبد المحسن تركماني، لعب الى موسوي توصل الى فرحان، مرفوعة للعربي، مرفوعة للعربي على طول. لكن كرة فاول سلول، راحت اللعب، راحت اللعب لكاظمة، ملعوبة لكاظمة مشاري، مشاري كرة عرضية، كرة عرضية على طول تطلع، لا زالت خطرة الكرة على طول، كرة خطرة على طول تطلع الكرة إلى برا الملعب. فراس الخطيب طالت، فراس تطلع الكرة إلى برا الملعب، رمي التماس عبد الله الشمالي، نقلتين كرة معاه ويتقدم الشمالي، عبد المحسن تركماني الشمالي إلى فراس، إلى طلف بينية ملعوبة إلى فراس الخطيب راح يشوت، شايت فراس ترجع مرة ثانية إلى خلف أحمد، والعربي يحاول يعني يستغل أي فرصة، وهذه كرة مرفوعة وتوصل ناصر وهيب، كان مراجع وبسكر رغم إنه متقدم بثلاثة أهداف، لا شيء للعربي. إلى محمد فريح، محمد فريح توصل إلى عبد الرحمن البناي، بدر الرشيدي توصل، صارت له كرة، الله نقذها لهيب، كرة حلوة يعني أيضا ما هو أناني حسين الموسوي يقول أنا مريض عشان هو يقدر يشوت أيضا وتكون خطرة، إنما حاول كثر ما يقدر يمشيها إلى فراس الخطيب وتطلع إلى كورنر، كورنر العربي يحاول يضغط نص ساعة 31 دقيقة باقي 14 ملعوبة، تطلع الكرة مرة ثانية كورنر، راح تلعب الآن مرة ثانية من اللاعب، يتركها إلى عيسى وليد، عيسى وليد راح يلعب الركنية كورنر لصالح العربي، وبالشمال ومرفوعة حلوة، لكن ما في متابعين للعربي، في لاعب واحد اللي هو رشيدي أمام الكرة لكن ما أو اللي هو خلف، وما في متابعة كانت من الخلف، تطلع رمية التماس للعربي إلى خلف، خلف حاول يخطف له كرة، خلف ترجع مرة ثانية، ترجع إلى عبد المحسن تركماني، مشاري عازمي توصل مقطوعة للعربي، فراس الخطيب حاول يعدي ناحية الخط، حاول يعدي ناحية الخط، غير رايه ناحية الخط، ناحية الخط حاول، لكن إلى فهد الرشيدي ترجع مرة ثانية،
الى حسين الموسوي، حصلها قبل لا تطلع. سجل يمين، سجل يمين موسوي، سجل يمين، سجل يمين، يرفع الكره الموسوي لكن تنقطع، نازله شويه اكثر وتوصل مره ثانيه لصالح فريق كاظمه. لمسه يد لصالح فريق العربي على كاظمه. اذا ثلاثه كاظمه متقدم لا شيء العربي، ثلاثه توصل مره ثانيه في راس لحيشوت يرجعها اللي هو ليما، ليما وتوصل لصالح مشاري العازمي الجهه الثانيه. مشاري العازمي نغلتين ثلاث، هجمه على طول ناحيه الشمال بالجول الرابع، الله يصدها القلاف ويكملها على طول، ويكملها لاعب كاظمه اللي هو تقدم العربي. تغيير، تغيير العربي الان. هذه عادل الكره، هذه عادل الكره فابيانو، شوف فابيانو وين فوق من فابيانو. تغيير راح يطلع خلف احمد، خلف احمد يطلع، خلف احمد يطلع، خلف يلعب زيد زكريا، زيد زكريا مخان خالد، خالد خالد خلف، زيد زكريا. اذا تسلل علي، اذا مكان خالد يلعب زيد زكريا. كاظمه ناصر فرج، ناصر فرج يلعب له كره اماميه ولكن عدت والقلاف وترجع له مره ثانيه القلاف، شايتها على طول لكن تصد وما تمشي معاه بشكل سليم ويحاول يتابعها ويحصلها خلف حميد القلاف. طويله من حميد القلاف الى الرشيدي فهد، فهد الرشيدي لحسين الموسوي، سريعه على حسين وتطلع الكره برا الملعب، رميه تماس لصالح فريق. هذا حسين الموسوي عامل مجهود كبير، رميه تماس لكاظمه. 35 دقيقة والعشر دقائق الأخيرة على نهاية المباراة، كاظمة ثلاثة العربي لا شيء. كاظمة سيكون الرابع طبعا، نغلتين ليك العربي لكن مقطوعة توصل مشاري العازمي، يبعدها ليما توصل مرة ثانية إلى الموسوي، موسوي مع عبد المحسن التركماني، موسوي يلعب له كرة إلى الرشيدي ناحية زكريا اللي هو زيد ويبعدها دفاع كاظمة إلى برا الملعب، رمية التماس لصالح فريق العربي، رمية التماس لصالح فريق العربي. في تغييرين لكاظمة، تغييرين لكاظمة، تغييرين لكاظمة طبعا. علي اشكناني راح يطلع، ناصر فرج يلعب، علي اشكناني وكان ناصر فرج، علي اشكناني لاعب العربي السابق، وراح يطلع سعيد مرجان ويلعب مكان عبد الله الظفيري، عبد الله الظفيري هذه كرة ملعوبة لفراس الخطيب وتصلح لكن لا زالت خطرة للعربي ولكن ترجع مرة ثانية ولا زالت أيضا صحيح ركنية لكن الجول أكيد أحلى. ضاعت، ضاعت فرصة، ضاعت فرصة بعد ما لعبها عيسى وليد، عيسى وليد بونياك شو تفكر فيه؟ ليما عديش عدالة كورنر. Thank you.
كورنر للعربي علي توصل الى اشكراني شاي التركماني ترجع مره ثانيه لا زال التركماني محسن يرجع الكره على طول عبد الله الشمالي شمالي وحاول يرفع الكره ايضا محمد توصل وهجمه للعربي ويبعد الكورنر ليما ليما يبعد الركنيه ليما اذا تغيير لاعبين ظفيري ايضا بعد ما طلع سعيد مرجان هو ظفيري كورنر مرفوعه رجعها لو عليها اشكناني طويله بالسلامة 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 38 إلى 39 دقيقة داخلين على الدقيقة 39 بالست دقائق الأخيرة وصلنا على نهاية المباراة أحمد عسكر شويتي أحمد لما كنت بالملعب أي والله شويت لكن متحسف ادري لكن العربي يعود ان شاء الله احنا خصوصا الفرق اللي معاها وحضورها الجماهيري الكبير دائما نبيها في مستواها الفني علشان تنعش مستوى وحضور الجماهيري لا شك من العناصر المهمه والمهمه جدا في المباريات جماهير القادسيه الكويت العربي كاظم الان شوفوا قاعدين نفس الشيء ساميه الان اصبح وياه ايضا جمهور وكل فرقنا ان شاء الله تكون لها جماهير ايضا بشكل حلو حتى لو العدد قليل مو مشكله بس نبدي ملعوبه للعربي اللي الان يضغط اللي الان يضغط لكن لحد الان الضغط يعني ما هو اشكناني بعدها بعد ما لعبها اشكناني كرتين الى فابيانو كثر ما ضغط العربي جمهور العربي حاشا الضغط يعني توصل ل محمد فريح تركماني الشمالي جاسم كرم الشمالي عبد الله مشيها عبد الله لكن مقطوعه مشاري العازمي في ايضا كاظمه يعني ممكن يكون البديل الاخير شايف اكثر من لاعب يصحن طويله ملعوبه والرشيد يحاول ينزل لك كره لكن يقول حاول ترفعها اكثر واعلى المسوي يقطعها توصل الى حسين المسوي حاول ينقل الكره لكن بالخطا توصل الى فابيانو فرحان يلعب له كره وفراس الخطيب ينطلق مع الكره ولكن تغطيه فراس الخطيب كرة معاه فراس حاول يلعبها في لاعبين طالعين في بعض الملعب روح رياضية لفراس ان فريق متأخر بثلاثة اهداف الا انه في شد عضلي على لاعب كاظمة روح رياضية تطلع يطلع الكرة برا 41 دقيقة الان 41 لا تنسون ايضا معنا زملائنا في التحليل وراح تشوفون امور كثيره واسباب خساره العربي واسباب تراجع واسباب الاداء نفس الشيء كاظمه بتفوقه ولعبه وفرصه اللي حطها واقوال حلوه عشان ما نبخس حق كاظمه ايضا بانه لعب بشكل افضل ومعاكم ايضا راح يكون بدر حجي العصفور الحلبي ومالك القلاف ومشعل العسعوسي راح يوضح الامور التحكيميه وايضا مقدم البرنامج راح يكون معكم خالد وليد المخلف فبالتالي كل الامور هذه ستكون بعد
ما تنتهي المباراة اللي باجي عليها تقريبا 3 دقائق ما عدا الوقت بدل الضايع عند حكم اللقاء خالد ندى. راح نشوف شو راح يحسب ما بين 3 إلى 4 دقائق مو أكثر، 3 إلى 4 دقائق مو أكثر، ما في توقف بشكل كبير، تغييرات وترجع الكرة بالدفاع إلى جاسم كرم. جاسم كرم إلى محسن التركماني، حسين موسوي، موسوي يرفع الكرة لكن أقرب إلى كنقوني يبعدها إلى مشاري العازمي، مشاري يشيل الكرة مع علي أشكناني، علي أشكناني إلى فابيانو يعرض له كرة ويعرض له كرة لكن بيد حارس المرمى حميد القلاف. راح يرجع لهيب بعد الشد العضلي، ناصر لهيب راح يرجع ويكمل ودخل طبعا مع زملاء الآن. طويلة ملعوبة إلى فهد الرشيدي، فهد الرشيدي على صدره ماخذ الكرة وينزل الكرة لكن فاول في يعني مكان أيضا حلو ممكن يستغل العربي جرهان ويحاول يلعبها اللي هو راح يلعبها عيسى وليد راح يلعبها. راح يلعب له كرة عيسى وليد، عيسى يرفع له كرة حلوة ملعوبة الله لكن كورنر أبعدها لعب كاظم. كرة حلوة هذا أشكناني، علي لاعب العربي السابق ملعوبة الركنية على طول لحسين موسوي يرفع له كرة بيد شاب كنقوني، طويلة ملعوبة علي أشكناني يقطعها فهد الفرحان، جاسم كرم إلى محمد فريح، عبد الله الشمالي لعب له كرة لكن ما تمشي ناحية لاعب اللي هو زين زكريا، أوفسايد، تسلل على عبد الله الضفيري، تسلل وهذا عبد الهادي العنزي إلى عربي ينقل في وسط الملعب، حسين من عبد الله الشمالي، عبد الله حسين موسوي، حسين مع ايضا جهة فرحان، عيسى وليد يرفع له كرة الرشيدي، فهد الرشيدي يحاول يلعب له كرة عرضية وتوصل لكن الطول إلى علي أشكناني وخلص الوقت الآن لكن كم دقيقة وقت بدل ضايع وفي تغيير 45 انتهت لكن ما ادري كم دقيقة انا ما ثبت والله يعني جول لكن يا ولد عليك يا القلاف انقذ القلاف وانقذ لاعب ايضا راح يطلع مشاري العازمي راح يطلع مشاري العازمي راح يطلع راح يلعب طبعا مكانه عبد الله الشرهان راح يلعب كره وانقذ مرمى من هدف محقق، راح يلعب عبد الله الشرهان الان مكان العازمي عبد الله الشرهان، دخول عبد الله الشرهان العضو العربي، نقلتين والثالثة وعلى طول تتصلح الكرة وراح يشوت يا ولد حلوة الشوتة وأحلى من أيضا حميد القلاف اللي يبعدها إلى كورنر ركنية لكن ماني عارف بالضبط حسب وقت حكم أنا كنت أسجل اللاعب اللي راح يغير وما ندري يعني ممكن مخرجنا يحط أديت تايم على شكرا مشكور
مبينة عندنا، مو مبينة واضح على التلفزيون، فالمونيتور شوية يعني. جيب ذا بول جاب. الله زعلان على العرب. كويلة عبدالله وشنهان. بيد حارس المرمى شهاب كنقوني. حسب الآن دقيقتين، مضت دقيقتين. انفراد لكن طالت 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 الكرة، طالت الكرة لكاظمة مرة ثانية. إذا أربع دقائق وقت بدل ضايع، أربع دقائق في لاعب طايح في أرض الملعب، لاعب كاظمة سلامات، لاعب كاظمة مضت الآن ثلاث دقائق، الدقيقة الأخيرة. إذا أربع دقائق على وقت بدل ضايع. بونياك شن اللي جاك يا بونياك؟ خلاص طبعا انت الان تفكيرك بالكاس اكيد، ما في روح وتعال، ما في كلام، تفكيرك بالكاس، كاس حضرة صاحب السمو. ترى يعني عربي ما راح يعني جمهوره ماكو، هذا يروح تروح راح البطوله الاولى الثانيه الثالثه، لا في جماهير ما تقبل، ما تقبل. اقل شيء تلعب نهائي، اقل شيء تلعب نهائي. بعد الفرقة الثانية أيضا تبي تبي تلعب نهائي، ليش؟ عم بعد الجماهير عندها سواء كثيرة ولا قليلة، جمهور القادسية طبعا معروف جمهوره محتاج، يحتاج يعني داخل الكويت خارج الكويت، نفس الشيء العربية خارج حتى أيضا نادي الكويت. وهذه كرة فراس 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 تركمان، يا طاحت راحت خلاص. اخر كره يا العربي، اخر كره. خالد ندى يقول جيبها يا شهاب لاني بصفر، جيبها يا شهاب. شهاب شهاب خلاص شهاب شهاب بعيد جاي من بعيد. ف وين يا شهاب؟ وين يا شهاب؟ وين وعاليه وخالد ندى يطالع ساعته ولا لا؟ لا زال يطالع طبعا الهجمه، يطالع الهجمه، يطالع الهجمه، يطالع الهجمه. وكره مع العربي، وكره مع العربي وحسين المسوي، وحسين المسوي في راس الخطيب. حصل ضربه جزاء في راس، حصل ضربه جزاء ولا تسجل؟ لكن كورنر، الكورنر الاخير خلاص. بونياك راح يسلم على ايضا مدرب نادي كارما، هذا بونياك. روح رياضيه ايضا من بونياك، روح رياضية تقبل النتيجة. صفر خالد ندى، معلن عن نهاية المباراة. مبروك لكاظمة، هاردك للعربي، مع زملائنا أيضا في الاستديو لكم تحياتي حمد محمد، وإلى الملتقى في مباراة مقبلة، مع السلامة.